2013 باش نعملوا التنمية، 2014 سنة الإقلاع، 2015 سنة الامتياز، 2016 سنة العزاء على راسهم، 2018 وما زلنا مرضى. نحن اليوم عندنا شعار واحد، شعار واحد هو ما عادش نجمو نستناو. وهاك علاش سمينا الحملة نتاعنا فاش نستناو. أنا نتحدى أي واحد فيكم، أي واحد فيكم يقنعني ويعطيني سبب مقنع ويقول لي فاش نستناو. اللي عنده قرض نستنى باش يجيه، مضمض ماهوش وجيه. اللي عامل اتفاق مع الحكومة حظاير ومفروزين وليست نتاع القصرين نتاع فوتسين ومرشي دراشنو ومرشي الخضرة، في بالكم الحكومة مش تطبق؟ علاش شباب؟ بالكش أكبر من اتحاد الشغل أنت. اللي عامل اتفاق مع رئيس الحكومة فيه الزيادات لا، صباح واحد جنفي الأسعار طالعة في النار، مضمض وامس. هالوعود الكاذبة ذي ما عادش أثر فينا. نحن حملة مفتوحة، مطالبها واضحة ومكتوبة عندكم. مطالب نتاعها اجتماعية. نقراهم عليكم. التخفيض في الأسعار. فماشي إنسان بعقله ينجم يكون ضد المطلب هذا. فما أسعار أساسية. الحكومة ما يكسبش تلعب بها. يا ودي برا غالي في سوم المرسيدس. والله العظيم مبروك. على الأقل دخل عملة صعبة. والراجل فهمت ينجم يشري كتف وكاس خلي كت الفلوس. اما ما طلع ليش حق السكر، ما طلع ليش حق الزيت، ما طلع ليش حق الكوش، ما طلع ليش حق التليفون، ما طلع ليش حق المواد الاساسيه باش مش نعيش، ما طلع ليش حق الضوء، ما زال واحد ينجم يعيش بلا ضوء في الدار، ما طلع ليش حق الماء. قال شنو انا باش نعمل نصوص اسعار، سعر مدعم للشعب وسعر عالي للي عندهم فلوس. يكذبوا عليكم، يكذبوا عليكم. امشي للعطار اطلب السيف هو يعطيك الزيت نتاع سكرتيرك وانت عارف. قول له وين الزيت المدعم؟ يقول لك ما عنديش. وين يمشي الزيت المدعم؟ الرستورانات للوتلك رؤوسهم والكبار راهم قاعدين ياكلوا فينا ناكل ويكذبوا علينا بالشعارات. الحملة هذه مفتوحة. صديقي انت من غادي نجم تكون ناطق رسمي باسم الحمل، وانت يا مدار اعتبر روحك ناطق رسمية باسم الحمل. الناس الكل اعتبروا رواح انتوما متحدثين باسم هذي تعبر علينا. الناس الكل ما فهم حتى فرق حاجة بارك. الحملة هذه فهم الناس بارك ما نجموش يدخلون لا غن نجموش اليوم. الناس الكل هي المنافقين. ينجمش الواحد يقتل لقتيل ويمشي في زناس. ما نجمش. الأوضاع اللي عايشين فيها نحن اليوم هي نتيجة شنو؟ نتيجة الناس اللي حكمت من بن علي وانت جاي وبعد الترايكا وبعد التحالف هي اللي وصلتنا لهنا. هي اللي وصلت الأسعار شعلة نار. هي اللي وصلت البطالة. هي اللي وصلت مفهمش تنمي. هاوك علاش؟ الناس هذوما مش معنيين. الناس هذوما هما اللي قتلونا. الناس هذوما هما اللي سربونا. الناس هذوما هما اللي استغناوا على حسابنا. الباقي الكل مرحبا بيه. مرحبا بالخدام، مرحبا بالفلاح، مرحبا بالطالب، مرحبا بالتلميذ، مرحبا بالصحافي، مرحبا بالما يعرفش يفك الحرف، مرحبا باللي يصلي، مرحبا باللي صبرت، مرحبا بكل واحد مستعد يحط يده في العجين ومستعد المطالب هذه يدافع عليها. لازم يتنحانا وهم، اي وهم، كل وهم انه الحكومه مش حاطه لنا اي حاجه في 2018 ولا غيره. إذا كان فما واحد نجم يحقق حاجة راهو نحن كما قال سيء الذكر يوسف الشاهد يلزمنا نقفوا تونس. أنا نقول لكم يلزمنا نقفوا بعظمة، يلزمنا نقفوا شعب تونس على خاطر محبة تونس ما نغزر ليش كيف كيف. بابا أنت محبة تونس عندك هي جيب مستثمر، جيب واحد من خارج مش يزيد يسرق ومش يزيد ينهب ومش يزيد إطارة خدامة ومش يزيد يخلص 200 فرنك وهو غادي كان يحل في بلاده يلزم يخلصهم على الاقل 3000 يورو. ماهوش هذا يا حب تونس. حب تونس نحن نعملوا نحن صناعتنا، نعملوا نحن سلاحتنا. حب تونس هو حب شعب تونس مش حب السوالف. احنا واضحه الحكايه ذي منحي من مخاخنا من على
عرش كان مازال حاضر في القاهرة، كان مازال عندكم عمل. حاجة أخرى باش ما تقولوش رانا نحكيو برا، بيان في جملة في الآخر ندعيو الناس كل أن تجي على 12 جانفي قدام الولاية. عندنا أبار المطالب هذوما الكبيرة نتاع الأسعار نتاع الضوء نتاع الماء نتاع الصعة، حبوا زاد المطالب الصغيرة. سيدي حسين عندهم مشكل في الزبلة، يعملوا عريضة لسيدي حسين ويجيب. جبل اللحم عندهم مشكل نتاع مركزات، يعملوا عريضة ويجيب. البحر الأزرق البطالة غادي عاملين، البحارة غادي عاملين مشكل، يجيو مرحبا. حتى الأشخاص أنت تعرف جارك عائلة معوزة الصف منقوب وقاعد يقدر عليه بالماء في البرد ذا، يجيب مطلب ويجيب قدام الولاية. لواش حاطينه الوالي؟ لواش حاطينه؟ حاطينه باش يحل المطالب هذي. وكان تمشي وحدك أنت يا صديقي هز مطلب تمشي للوالي تقول له خدمني، ولا تقول له راني عائلة معوزة، ولا راه دار يتقطر بالماء، ولا راه الرقارة محلولة. والله العظيم وقسما عظما وكان ماكش مصدقني برا من غدو الكلوار ما تفوتوش. الشاوش هذاك اللي هو ولد شعب وبالسيف دبر خدمه يقول لك والي مش موجود وارجع له غدو. اما كي نمشيو الناس الكل، الناس الكل الحوم الكل من البلايص الكل نمشيو قدام الولايه، الناس كل مع بعض وكل واحد مطلبه فيه. مانيش انا باش نحكي باسمك، انت تحكي باسمك، تجيب مطلبك وتجي انت. الناس الكل قدام الولايه تو نشوفوا الوالي كيفاش يتكرك. ونحن ماناش متحضرين اكثر من ايطاليا. في ايطاليا هاكم شفتوا الفيديو وزير حطوه قلم في واحده نتاع الزبله وداروا بيه بالبلاد. شفتوها الفيديو في فيسبوك، وزير وزير حطوها في حفه زبله ويدوروا بيه بالبلاد، قالوا مسؤولين زبال. ماناش نحن ديمقراطيين ولا متحضرين ولا حدثيين ولا سلميين اكثر من ايطاليا اللي عندها قداش من عام. يلزمنا نفعل، ما عادش يلزم نسكت، يلزمنا نتحرك. مناش خايفين، فسروا لي مناش خايفين. فما حاجه من اثنين، خايف من الحاكم، حاكم ما عادش يقضي في البلاد هذي. هاكم تشوف حتى صار فوق واحد بكف في مترو تدور الفيديو في الفيسبوك ومشيو يطردوه. بن علي مشى هو الحاكم نتاعو، حبوا يعطيو قانون حمايه الامنيين وتشييد، ما نجموش. حبوا يذلوا الناس في السطادات، ما نجموش. حبوا يذلوا الناس في الحموم الشعبي، ما نجموش. ما عندناش خط، كان ماكمش خايفين عندكم باش تعيشوا. بلادي اللي راني نخدم ما عندي شهريه، قسما بالله ولدي عمره 7 شهور ما نلحقش في دار الشر باش ناخذ الحليب، ما نلحقش ناخذ الكور. نبدا نسال عليك انت كيفاش عايش، كمان نخدم عامل هكاك كيفاش عايش، كيفاش تكمل الشهر. يحبوا يردونا الكل نطاره ندور على بعضنا، نسلكوا بعضنا باش نعيشوا. شنو نعمل شنو نعمل شنو نعمل باش نعيشوا؟ فما حل برك، الناس كل يد واحده، الناس كل يد واحده ونبداو نتحرك. والحمله ذي راهي جاتنا برشا ميساجات من جهات الكل، من قروان من سوسه من قفصه من قصرين من الكاف، يقولوا حتى نحن نحبوا نعملوا حمله برا وعملوا التنسيقيات نتاعهم وعملوا حملات وعملوا كيف جينا في تونس. الناس الكل في الولايات البلاد الكل نهار 12 ما دي ساعه قدام الولايه. هذا اللي حبيت نقولوه، نحن ما عندنا ما نضيفوا لكم، لنا والي لنا معتمد لنا وزير لنا حد شيء. نحن تعرف كيفاش نضيفوا لكم، نحن نقفوا معاكم نقفوا معاكم وكي تعملوا اللي تعملوا كي تحركوا العجل وتشعلوا فيهم النار ما نسيبكمش، ونقفوا معاكم وندافعوا عليكم. نحن عندنا بعض النواب أطلية هيك قد هيك في البرلمان قعدوا يقولوا في أصوات الحق نجيبوهم لكم ونجيبوهم لكم وتحكيوا معاهم وتحملوا مسؤوليتهم. نحن عندنا شوية علاقات وشوية إعلام في الفيسبوك نهبطوكم ونصوروكم ما نخليو حد يعتدي عليكم. أما تخلوناش وحدنا، حتى نحن وحدنا ما نجمو نعملوا حد شيء، ما نسواو حد شيء، نحن نعملوا بكم أنتم. هاك علاش؟ إذا كان الحملة هذيا تحبوها تنجح وما تبقاش كما ألف حملة حملة عباد، لازم يهبطوا ولاد الحوم الشعبية، لازم يهبطوا الخدام، لازم يهبطوا البطالة، لازم يهبطوا جماعة الحظايا. توجهوا لهم اللي قاعد يسمع فيه البيان هذا راهو نتاعك، والحملة هذه راهو نتاعك، وراك أنت عندك في الغير. وقول لهم واخد في الغير من عنده علم نوار، هاو تسمع فيه الناس الكل، واعمل اللي تحب، ونقسم عليه تحب، واحكم عليه تحب، واعمل تنسى في العمل نتاعك وفي المعمل نتاعك، الخدمة نتاعك، وجيبهم نهار الجمعة قدام الولاية
ويجا احكي انت باسمه وتدخل بالصيف تقابل الوالي تجبد له عيني واحنا معك. ما يجيش الوالي تضغط يقطع. ما جاش تم فوق الولايه. احنا بيناتنا نحن. نمشي معك. عندنا نحن قصبة اثنين. تركينا حكومة قدامنا سكرناه باش نحيروا في ولايه. نحن نحيروا تعرفوا وقتاش نحيروا. نحن نحيروا كي نمشوا للولايه نقروا احنا 10 كعبين. ربي ايش طالب مني نعمل كي نلقى روحي 10 كعبين. أنا كي نلقاو رواحنا نحن قدام الولايه. 500 و600. نحن قادتنا باش نفرشوا فيها الجراري ونباتوا ونذكر عليه واعطي الصاب مفتوح حتى كشنين تتحقق المطالب الكل ما كانش برا روح ما تدخلش للولايه ما تكدناش. المهم هو الانجاجمون تاعك. المهم انت تمشي تناقش مع الزملاء ولا تفانتك وصحابك وتجيب هذا اللي حبيت نقولو. هذا اللي حبيت نقولو لكم ابقاو معانا وادخلوا الحمله هذه راهي حملتكم وراهم اخر كرتوش والله اخر كرتوش. قدر 18 إذا كان كمل تعدى كيف مشيو نروحوا خير مش عارف لعبتك فاش نجم تعيد. أعطيكم الصحة على